وعاد إلينا عبر الهاتف معالي السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. معالي السفير، برحب بحضرتك مرة تانية، وكنا نتحدث عن التواصل المستمر بين القيادة السياسية المصرية مع كافة الأطراف الدولية الفاعلة لإعادة إحياء عملية السلام من جديد وخفض التصعيد وبحث التهدئة. إلى أين ستقود الجهود المصرية في هذا السياق برأيك؟ يعني مصر حضرتك بتبذل مجهود خارق منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من أجل وقف هذا العدوان والبدء في التعامل مع تداعيات هذا العدوان على الصعيد الإنساني، حيث الدمار الذي شهده قطاع غزة خلال 18 يوم الأخير. طبعا وفي هذا الإطار جاء عقد مؤتمر القاهرة للسلام، وأعلنت مصر فيه والدول العربية موقفهم من هذا العدوان ومن ضرورة وحتمية الحل السياسي المتمثل في إقامة دولة فلسطين. وطبعا احنا رأينا اعتبارا من يوم السبت الماضي حضرتك الجهد المصري لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. صحيح. ومصر كلها حضرتك حكومة وشعبا حشدت كل إمكانياتها من أجل أن نتواصل مع أهلنا في القطاع وأن نوفر لهم الحد الأدنى مما يحتاجونه من الغذاء والأدوية والمياه. والاتصالات المصرية على أعلى مستوى حضرتك مع كافة الدول لا تقتصر فقط على إدخال المساعدات الإنسانية، وإنما على الفترة المرحلة ما بعد انتهاء العدوان. فعموما إن شاء الله فنم نظر الجهود دي متواصلة مستمرة، وكما رأينا حضرتك في الكلمات الوفود التي شاركت في مؤتمر القاهرة في حضرتك يعني شبه إجماع على الأهداف اللي مصر تسعى إلى تحقيقها حضرتك حاليا. وهذه الجهود لن تتوقف لأنه دوت حضرتك يعني لأن القضية الفلسطينية قضية أمن قومي لمصر قبل أن تكون قضية شعب يناضل ويكافح من أجل تقرير مصيره ومن أجل إقامة دولته المستقلة بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة. نعم، هل استطاعت مصر بقمة القاهرة للسلام حشد الصف الدولي وتوحيد الرؤى ناحية التعنت الإسرائيلي والوحشية التي يقود بها جيش الاحتلال الإسرائيلي معركته ضد الفلسطينيين العزل في الأراضي الفلسطينية وبشكل خاص في قطاع غزة؟ هل استطاعت مصر إيصال الصوت العربي إلى الغرب؟ حضرتك خلال مؤتمر القاهرة للسلام مواقف الدول العربية ومنها الموقف المصري كان واضح، لكن الخلاف الأساسي حضرتك أن الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وده مش موضوع حديثنا الآن، لا ترى أنه الوقت حان لتمرير أو لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار. فمصر بتعمل في هذا الاتجاه حضرتك. النهاردة في نيويورك مفروض مجلس الأمن الدولي هيعقد جلسة بناء على طلب من البرازيل لبحث الوضع الراهن في منطقة الشرق الأوسط، وحنرى ماذا ستتمخض عنه هذه الجلسة في ضوء حضرتك أنه الغرب لم يوافق والولايات المتحدة الأمريكية لم توافق على مشروعين قرارين. مشروع روسيا قدمته حضرتك بيدعو إلى وقف إطلاق النار رفضوه، مشروع آخر تقدمت به البرازيل والإمارات رفض أيضا، والولايات المتحدة الأمريكية قيل أنها تريد أن تتقدم إلى مجلس الأمن بمشروع قرار ينص على حق إسرائيل للدفاع عن نفسها. بمعنى آخر أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد من الأمم المتحدة ومن مجلس الأمن الدولي أن يصمت على هذا العدوان الإسرائيلي الدائر على فلسطين، وإنه
مش بس يصمت، وإنما تواصل إسرائيل عدوانها في ظل الشرعية الدولية. طبعا لا أتوقع إذا الولايات المتحدة الأمريكية تقدمت للمجلس بهذا مشروع قرار لتبنيه، يعني أنا أستبعد تماما أن في دول دائمة العضوية مش هتمارس حق النقد أو الفيتو ضد هذا مشروع القرار. لن يمارسوا حق النقد أو الفيتو؟ هيمارسوه، يعني في دول دائمة العضوية هتمارس حق النقد حضرتك ضد مثل هذا مشروع قرار، لأنه يعني أي دولة مؤمنة بالأمن والسلم الدوليين لن تستصدر قرار من مجلس الأمن لشرعنة العدوان، لأن ده حضرتك يتناقض تماما. ولكن هو من وجهة نظرهم ليس عدوان يا معالي السفير، يعني هم شايفين أنه إسرائيل بتدافع عن نفسها. مانويل ماكرون يعني في آخر تصريحات لي أنه إسرائيل عفوا أنه فرنسا بتدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. أمريكا موقفها لا خلاف عليه ومعروف ومعلن في دعم إسرائيل. معظم الدول الغربية ترى أن إسرائيل تدافع عن نفسها ولها الحق في الدفاع عن نفسها بأي طريقة كانت. حضرتك الدول لها الحق على الدفاع عن نفسها داخل أراضيها، داخل أراضيها، نعم، ده أول شيء. ثاني شيء، مثلما إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها، فالأخوة في فلسطين وحركات المقاومة الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة لهم كامل الحق في مقاومة الاحتلال بشتى الوسائل اللي يرونها مناسبة. فهذا الحق، إن حق دولة إسرائيل الدفاع عن نفسها، ده كلام حضرتك يعني يجب أن نضيف عليه داخل أراضيها، ويقابله في نفس الوقت حق الفلسطينيين في الدفاع عن أراضيهم والدفاع عن نفسهم ووقف هذا العدوان عليه. نعم، تشكيل حكومة حرب في إسرائيل و تكوين حكومة طوارئ إن صحت التسمية، في عجالة، هل سيصعد الأحداث هناك ويطيل من أمد الحرب؟ حضرتك بتشيري إلى الحكومة اللي أعلن عنها من أسبوع؟ نعم، فقدنا الاتصال بمعالي السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه الإضاءات.